ما أول عرض لفيلم الرسوم المتحركة مفيش فايدة في القاهرة عام 1936 في نسخته المصرية من أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة ميكي ماوس، نجاح ساحق لبطل الفيلم مشمش أفندي دفع السلطات إلى التعاقد مع العائلة اليهودية التي تقف خلف صناعة وإنتاج هذه الأفلام لإنتاج فيلم جديد بعنوان الدفاع الوطني، يدعو الجيش المصري إلى الاستعداد للحرب المتوقعة. أرحب بضيفتي في الاستوديو فاليري أفيكاسيس، رئيسة التحرير تحرير الثقافة في القناة الفرنسية. أهلا بك معنا فاليري. يعني منذ عرض مشمش أفندي في قاعات السينما المصرية استمر العرض 3 سنوات وحقق نجاحا باهرا، ما لفت انتباه السلطات المصرية. كيف تعاملت السلطات مع هذا الكرتون؟ بونجور ومرسي بوكو. هذا مهم ومثير جدا، لأنه حينما خرجت شخصية مشمش أفندي هذا نال إعجاب المصريين، هذا تحول إلى فيلم الكرتون الأول في العالم العربي وفي مصر، حتى أن وزير الدفاع والملك فاروق قرروا من المنتج أن ينتج فيلما آخر من أجل رفع مكانة مصر. مشمش أفندي هو من إنتاج 3 أشقاء من العائلة فرانكل، هم كانوا من الروس الذين قضوا طفولتهم في مصر وغادروا روسيا نهائيا بسبب المذابح ضد اليهود. هم وصلوا إلى يافا وفي يافا تم طردهم من قبل السلطات العثمانية ليستقروا فيما بعد في مصر، وهناك في مصر خلقوا هذه الشخصية مشمش أفندي. يعني فاليري، هذا الإنتاج تم يعني على مشارف وعتبات الحرب العالمية الثانية، لكن بعد الحرب ما كان مصير مشمش أفندي وعائلة فرانكل التي تقف خلف إنتاج هذه الأفلام؟ عائلة فرانكل والتي كانت العائلة الأولى للسينما المتحركة في مصر سويا مع فنانين آخرين، توغو مزراخي وليلى مراد، وجميعهم كانوا من اليهود. وبعد إقامة دولة إسرائيل في العام 1948 تحول الأمر إلى أمر معقد بالنسبة لليهود أن يبقوا في مصر، والبعض خرج بسرعة من مصر وغادروا كل شيء. هم أرادوا الاستقرار في فلسطين الانتدابية، وقيل لهم أنه هنا في فلسطين لن تأخذ معكم أي شيء، ففضلت العائلة الذهاب إلى فرنسا. 3 أشقاء مع أبنائهم وأطفالهم توجهوا للاستقرار في فرنسا. يعني فاليري، أنت كنت قمت بمواكبة هذه القصة والقضايا الإنسانية أيضا التي تحملها هذه العائلة، يعني ما أبرز ما لفت انتباهك في يعني في هذا التنوع الثقافي وهذه الأزمات السياسية والإنسانية التي عاشرها الكرتون ومنتجي الكرتون؟
بس كيلكو شوز كي مانيفيك سي كو هناك شيء رائع ان هذه عائله استقرت وكانت لديها مشكله مع قضيه الهويه بين اليهود الغربيين واليهود الشرقيين. الوالده كانت يهوديه شرقيه. هذه عائله ربحت كل شيء في مصر وخسرت كل شيء قبل وصولها الى فرنسا. هذه العائله استقرت في البدايه في ليس في باريس العاصمه ولكن في بلده بعيده وحاولوا ان يستعيدوا مجدهم ونجاحهم وهذا لم ينجح بالنسبه لهم. حينما توفي عمهم العم ابنه ديدي فرانكل والذي كان يعيش معهم في نفس البنايه وجد في بدروم البناية بعض الأشرطة وحينما أخرج الأشرطة فهم أن بحوزته كنزا ومنذ تلك اللحظة وصل بعض المصريين لمشاهدة هذه الأشرطة وتحدثوا إلى السيدة مارسيل فرانكل الذي بقيت في فرنسا ومع المصري المسلم الذي وصل من مصر وهذه الامرأة اليهودية مصرية التي لم تتحدث منذ زمن طويل اللغة العربية يتحدثون وهذا كان مشهدا رائعا. هذه القصة تحولت إلى فيلم بكرة في المشمش يتحدث عن تاريخ عائلة فرانكل بدءا من روسيا ومن ثم إلى مصر ويافا وعودة إلى مصر قبل الاستقرار نهائيا في فرنسا والآن نشاهد هذا الفيلم الذي أنتج من قبل إسرائيليين وهذا عرض في مهرجان حيفا وكان الحضور والفيلم رائعين. فاليري يعني باختضاب أنت شاهدت مشمش أفندي يعني هنالك من يقول بأن هذه السلسلة تستطيع منافسة الإنتاج الأمريكي آنذاك للرسوم المتحركة هل توافقين مع هذه المقولة؟ نعم في 1936 حينما أنتجت شخصية مشمش أفندي وفي فيلم مفيش فايدة الذي استوحى من أفلام ميكي ماوس والرسوم المتحركة العالمية نجح بأخذ مكانه في هذه الأفلام عالميا. شكرا لك فاليري. شكرا لكم.